ايه ده؟ ما فيش حاجة بتشبهني اصلا، انا كائن فريد من نوعه. كل الناس حلوة الا انت احلى، كل الناس عادي الا انت سحلة، كل الناس سالفة الا انت سحلة. اهلا، واضح واضح ان انا حسن ابو، واضح كان انت عايز تعملوا معايا انترفيو حلو، انا جاهز. ايه ده؟ ما فيش حاجة بتشبهني اصلا، انا كائن فريد من نوعه. مش عارف، كائن ممكن مثلا القرد شوية، عشان لذيذ يعني وبيتحرك، مش عشان حاجة تانية يعني. هتكبر عليا يا اختي، لسه عملنا حاجة. متواضع الحمد لله. مش عايز والله اي حاجه تغير خالص يعني، ما يا ريت افضل كده، وهفضل كده ان شاء الله يعني. لا بص، يعني طول عمري بقول ان موضوع الخوف ده بصراحه يعني مش المفروض يكون موجود اصلا، هو اللي بيوقفنا عن اي حاجه بنحبها او اي حاجه نفسنا نعملها. فالخوف ده يعني طول عمري بقول ان هو مش كائن، مش حاجه ممسوكه، مش حاجه فيزيكال. فمفيش حاجه اسمها اصلا اسمها خوف، خوف ده احنا اللي دايما بنخلقه لنفسنا. بكار طبعا، بكار بكار ده حبيبي بموت فيه، مكفر ايه الصغير طبعا بكار. بوجي طمطم، بوجي طمطم طبعا يا بوجي طمطم، بكار وبوجي طمطم طبعا، حبايب قلبي دول. انا بحب عندي صحاب كتير. طبلة، بحب العب طبلة وانا صغير. اكيد طبعا في حاجات كتيرة جدا يعني نفسي اعملها ولسه ما عملتهاش. يعني نفسي امثل مع احمد مكي مثلا، نفسي امثل مع استاذ جندي مثلا. في حاجات كتيرة جدا نفسي اعملها، يعني نفسي اعمل اغنية مع روبي. في حاجة كتير قوي يعني نفسي اعملها لسه ما عملتهاش. اتفرج على فيلم بحبه جدا، او فيلم لسه ما اعرفوش يعني. انا ما بحبش يكون في فيلم انا ما اعرفوش، ما بحبش اكون قاعد في قاعده كده وحد يقول اسم فيلم انا مش عارفه. فبحب على قد ما اقدر اتفرج على افلام كتير جدا. يوم مثلا ما نزلنا الاغنيه بتاعه كل الناس دي ولقيت على تيك توك عدت ال 200 مليون فيديو اتعمل عليها. ففي ايام كتيره الحمد لله بتبقى لذيذه قوي. يوم فرحي ده كان يوم اسعد يوم في حياتي، يوم ما اتعرفت على بكار اللي هو الاسيستنت بتاعي والمساعد بتاعي. ده يوم جميل طبعا، انا قايل كده بس عشان قاعد قدامي هنا. يوم كل الناس عامه الا انت خاصه، كل الناس سايقه